ناركيسوس وإيكو، حكاية من التراث اليوناني القديم. كان يا مكان في قديم الزمان، كان هناك شاب وسيم يدعى ناركيسوس، وكان يستمتع بالتجول في الغابات والحقول أثناء قيامه بالصيد. حاولت حوريات الغابة أن يوقعن ناركيسوس الوسيم في حبهن، إلا أنهن فشلن في ذلك. كانت إيكو هي أكثر الحوريات جمالا، وكانت تتمنى أن يحبها ناركيسوس، إلا أنها لم تجرؤ على مواجهته مثل ما فعلت الحوريات الأخريات. كانت هيرا تغار كثيرا على زوجها زيوس، فكلفت إيكو أن تقوم بمراقبته. أنت ألا تعرفين أين إيكو؟ لا أدري، أعتقد أنها ذهبت إلى الغابة لتبحث عن زيوس. تقولين إلى الغابة؟ إلى أوليمبس؟ لا، إلى الغابة. لقد انصرفت عن عملها. نسيت إيكو أوامر هيرا وأخذت تتبع حبيبها ناركيسوس. إيكو! مولاتي تناديني. إيكو! 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 أين كنت طوال هذا الوقت؟ إيكو! نعم! ألم تسمعي؟ نعم، ذهبت أنفذ أوامر مولاتي وأبحث. ذهبت إلى الغابة، كان هناك غزال وطيور وفراشات تطير في فرح، جميعها مسرورة. أما بشأن أوامر مولاتي أعتقد. كفى، كفي عن هذا الكلام. لماذا تثرثرين دائما؟ سوف أجعلك لا ترددين شيئا سوى الكلمات الأخيرة التي ينطق الآخرون بها. مولاتي! اسكتي، لا أريد أن أراك بعد الآن. هيا اذهبي. أن أراك بعد الآن. فقدت إيكو القدرة على التحكم بلسانها، ففضلت البقاء في الغابة حيث يمكنها على الأقل أن ترى ناركيسوس. يوهو! يوهو! انتظر! وفي أحد الأيام كان ناركيسوس يبحث عن كلبه في الغابة. يوهو! يوهو! انتظر! يوهو! يوهو! بقيت الحوريات دائما إلى جانب ناركيسوس، ولكن اليوم لم يكن في الغابة سوى ناركيسوس وإيكو. يوهو! يوهو! هل يوجد أحد هنا؟ هنا! من أنت؟ هيا اخرجي! هيا اخرجي! كفى، هيا اخرجي، دعيني أراكي! دعيني أراكي! من أنت؟ ها؟ من أنت؟ فرحت إيكو كثيرا وكانت تتمنى أن تخبره باسمها، لكنها لم تستطع وأخذت تردد الكلمات التي يرددها. أخبريني ما اسمك؟ أخبريني ما اسمك؟ لا شك أنك فتاة مجنونة. مجنونة؟ لا تقتربي مني، أنا أكرهك. أكرهك؟ أمر فظيع حقا أن تخبر إيكو حبيبها بأنها تكرهه. توجهت إيكو إلى عمق الغابة،
واختبأت في كهف قرب شلال جميل، وامتنعت عن الظهور أمام أي شخص منذ ذلك الحين. ومع مرور الوقت تحول جسم إيكو إلى حجر، ولم يبق منها إلا صوتها. لابد أنكم جميعا تعرفون أنه إذا ذهبتم إلى الجبال وناديتم هي، يأتيكم صدى الصوت هكذا هي. ولم يعرف ناركيسوس أنه قد جرح شعور إيكو، ولكن الخبر وصل إلى مسامع هيرا. مولاتي، أين نيمسيس؟ أحضروها إلى هنا بسرعة. هل تنادينني يا مولاتي؟ نيمسيس، هل لديك وسيلة جيدة للثأر من ذلك الشاب؟ نعم، لقد سمعت أن ناركيسوس لا يعرف الحب، سوف ألقنه إياه. هيا إذن، هيا. أمر مولاتي. الحر شديد جدا هذا اليوم. أنا عطشان. يوهو يوهو، انتظر يا يوهو يوهو. شلال في هذا المكان؟ الآن هذا هو عقاب هيرا لناركيسوس، فقد جعلته يحب نفسه. يا لك من جميل، ما اسمك؟ لقد قلت شيئا الآن، أليس كذلك؟ لكن لم أسمعك، ماذا قلت؟ قل لي. تعال إلى هنا لنذهب إلى صيد الغزلان، يمكننا أن نصطاد الغزلان ونلعب في الحقول. سوف أستمتع بصحبتك يا عزيزي، لماذا لا ترد علي؟ لا فائدة، لكن لا أستطيع أن أذهب وأتركك وحدك، هذه أول مرة ينتابني فيها هذا الشعور. هل أنت حزين أيضا؟ اطمئن، لن أتركك، سوف أبقى هنا إلى الأبد. نعم، سوف أبقى إلى الأبد. قرر ناركيسوس ألا يبرح هذا المكان أبدا، وشعر بأنه لا يستطيع الابتعاد لحظة واحدة عن هذا الشاب الجميل الذي رآه في الماء، ولم يكن هذا الشاب في الواقع سوى ناركيسوس نفسه. جاء الليل وجاء الصباح، وظل ناركيسوس محدقا بسطح الماء. لما تبدو حزينا هكذا يا عزيزي؟ هل ستذهب؟ لا، لا تذهب. سوف أذهب معك، إذا وصلت إليك سيصبح كل شيء على ما يرام. هل أنت سعيد؟ قل لي، هل أنت سعيد؟ حسنا، أنا قادم إليك، 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 أنا قادم إليك. وتفتحت زهرة جميلة عطرة في المكان الذي يمكث فيه ناركيسوس، فأسمتها الحوريات ناركيسوس،
وأحبتها حبا عميقا. Thank you.